إن شاء الله راح نتكلم عن علاج السكتة الدماغية. الخبر السار هو أنه يمكن علاج السكتة الدماغية كما أنه يمكن الوقاية منها، حيث أن عدد الأمريكيين الذين يموتون الآن جزاء الإصابة بالسكتة الدماغية يعني أقل بكثير مما كان عليه حال قبل 15 عام. إن الأمور التي أدت إلى تحسن طرق تشخيص أعراض الجلطة الدماغية وعلاجها تشمل يعني تحسن السيطرة على أهم عوامل خطر السكتة الدماغية والانخفاض الملحوظ في عدد الوفيات الناجمة عن الجلطة الدماغية. أيضا من الضروري استخدام العلاجات التي يطلبها منك الطبيب. ابتداء يتم التشخيص الحالة والأعراض، ويتم أيضا تصوير الدماغ تحت الأشعة، وأيضا معرفة الأجزاء التالفة ومعرفة نسبة الدم الموجود في الجسم، وأيضا معرفة حالة الدماغ بشكل تفصيلي، وبعدها يتم العلاج على حسب كل حالة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.